أنا شفت فيديو عن واحدة من المحلات أو المناطق اللي هي تجاوز، وهذه المنطقة كانت سابقا معسكر الدفاع الجوي، يعني افترض تابعة لوزارة الدفاع، بين منطقة البكرية ونادي الفروسية العراقي، محلة 679. هذه من نشوفها يعني تستغرب، هاي ببغداد حقيقة، هاي ببغداد. طيب ذول اللي ساكنين متجاوزين، ما أقدر أني أنظم أمورهم، أنقلهم إلى أحياء أفضل، أحياء سكنية أفضل؟ ساكتين لأن إحنا ذولا متجاوزين، ما أقدر نعوضهم، ما نقدر نوفر لهم خدمات؟ شنو دور وزارة الدفاع ووزير الدفاع والجهات المختصة اللي لها علاقة، لأن هاي كانت يعني الأرض تابعة لوزارة الدفاع. لكن أنا أحيي الناشطة العراقية، وأيضا هي شابة عراقية، السيدة فيان القبطان، يعني فيان القبطان راحت ونقلت الحالة. لكن ألا يفترض يصير تجاوب؟ ألا يفترض يصير تحقيق ولجنة مختصة من وزارة التخطيط، من وزارة الإسكان، من وزارة الهجرة والمهجرين، من وزارة المختصة الصحة غيره، إنها خلي شلون والدفاع؟ هذه الشابة العراقية فيال القبطان قدمت لكم رؤية لنموذج من الإهمال الموجود وين؟ ببغداد. فتحركوا تحركوا، لا تبقوا ساكتين. تحياتنا لها حقيقة. اليوم أنا هم رصدته في منصات التواصل الاجتماعي. شوف نيت هذا حال هذا، وهاي بغداد، هاي مو محافظات ولا اطراف ولا دنيا، هاي بغداد. هاي هذا من يرضى بيها؟ من اللي يرضى بيها؟ انتوا تقبلون تعيشون هيجي؟ وين الحلال وين الحرام بمعيشة دولة؟ زين وين الانسانيه وين الضمير؟ كل واحد بداخله ضمير، فشي ينبهه ينطي إيعاز يقول له انه هذا محتاج وذاك ما محتاج. هذا الضمير اللي بداخلكم مدى يشتغل؟ اني اناشد من هذا المكان، من ذول الوجوه الطيبه، من الناس اللي موجوده هنا، اناشد رئيس الوزراء، اناشد وزير الدفاع، لان هاي الارض تبع وزير الدفاع، اناشد وزير الداخليه، اناشد الرعايه الاجتماعيه، اناشد شكو واحد شريف بده يشوف هذا الفيديو، اناشد كل انسان عنده الضمير مالته يحركه ويوجهه انه يقدر يساعد هذا الناس. حقوقهم هي واضحه، حقوقهم حق الحياه، حق الحياه، والكل يعرف شنو هو حق الحياه. قدمت مع المعين لان انا عندي كلى وحده، تدرين ايش قال لي؟ ايش قال لي؟ قال لي ما نصرف لك راتب الا توقف الثانيه عندك وحده تشتغل. يعني بهالحاله يريدني اموت يلا يصرف لي راتب. اي أيوة والله من ضحايا له، هاي من 2008 لحد الحين دا اراجع، ما عم حتى لا يقولوا لي انا مو عراقي، حتى اطلع يا دبونا بغير بلد قالوا لنا سووا لنا حل. ايش يسوي هو الاب والام عمود البيت اذا قاعدين؟ شنو شاله الاطفال يقودونهم؟ انا شفت الفقر عندهم موروث من جيل الى جيل، دي يتوجهون ودي يشوفون ودي يتعبون ودي يكبرون ودي يموتون، ونفس الماء دي ينعاد من 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 جديد. الحياه مالهم قاعده تنعاد، ماكو اي تطور، كلهم يريدون اولادهم يتعلمون، وهذا حقهم الشرعي. باع حالهم، باع وضعهم، المرض اكلهم، الحزن مال عيونهم، قلوبهم مكسوره. ليش؟ ليش؟ وين الرحمه؟ زين مو احنا اسلام؟ مو احنا امه المسلمين؟ اني الحقيقه يعني من توجهت لهم عن طريق المناشده اللي وصلتني عن طريق الفيس، واللي اسعى وراح اسعى باذن الله، لان التوفيق كله من رب العالمين، واسعى انه انا لازم اغير حالهم. واني اوعدكم، وهذا الوعد ووعد الحر بين، واني حره انه انتمائي فقط لرب العالمين، انه اساعدكم من هذا المكان واناشد بكم، وان شاء الله ان شاء الله اوصل صوتكم، لان يعني انتم اهلي وناسي. هاي مثل ما وفيتك وياك، هاي تبقى ايش تنامين عليها، واي شيء تحتاجين، اي شيء تحتاجين انا بدك اجيب جاي ثاني، اجيب لك بطانيات، اجيب فراش، تشيلهم اي وتجيك عربانه وشيء سجلتيها بطانيه بعيوني، بطانيه زينه تدفيش دكتور مثلا اعطيني مجال انا حشب لك دكتور بالعيون زين، وانا اروح وياك زين. ثم انا عربانه الي مره واجيه عم ضربك.
عمر شخص حياتي في قلبك يا روحي. هذه حقيقة لازم واحد يقبلها ولازم واحد يغيرها.